طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعد. العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله من الساعة الواحدة للساعة الثانية بعد الظهر. معي أنا نهى سعدي، بيكون معنا ضيف جديد وبنتكلم في موضوع إن شاء الله تستفيدوا منه، نسأل الله السلامة للجميع. طرق تواصلكم معنا على STC 847700، أما اتصالاتكم على 012-616-1100، ومن الرياض على 011-217-8585. فيسبوك، كيك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، قناة اليوتيوب، كل على نفس الحساب ألف ألف أف أم ALIF ALIF FM. ما حك تسمع الحلقة من أولها، تقدر تتابعنا على اليوتيوب خلال يومين تسمع الحلقة كاملة بإذن الله. معك آيفون ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، معك جهاز نظام أندرويد ادخل على جوجل بلاي، حملوا تطبيق ألف ألف أف أم. حاب تسمعنا عن طريق النت وتتعرف علينا أكثر حيكون على موقعنا www.alifalifafm.com. اليوم ضيفنا الدكتور أحمد البوعيسة، استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام، وحيكلمنا عن تسطح الأقدام. نرحب فيك أول شيء دكتور أحمد. أهلا وسهلا، حياكم الله، مشرفنا، يعطيك العافية. الله يسلمك. تعرفنا على مادة اليوم وإيش ممكن تكون أسبابها، خلينا نأخذ تعريف الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسطح الأقدام واحدة من أكثر المشاكل التشوهية في القدمين انتشار بين المرضى الأطفال أو الكبار. وتسطح الأقدام هي عبارة عن عدم وجود الجسر المتوسط في القدم، فتصبح القدم متسطحة على الأرض. المريض لما يمشي بيكون رجله على الأرض مسطحة. فهذا الاسم جاء تسطح القدم علشان تسطحها مع الأرض في أثناء المشي. جميل. إيش ممكن تسببه؟ إيش ممكن يسببه؟ هل هو عامل الوراثي أو شيء معين حالة في عند الشخص هذا؟ تتكون تسطح الأقدام من سببين، سبب وراثي وتخلقي وسبب يتكون مع مرور الوقت أو تكوني. عادة الأطفال في السنتين الأولى يكون تسطح الأقدام في 90% منهم مؤقت، يعني الطفل لما يوصل عمر سنة أو سنتين يتغير عنده من غير علاج. نعم. إذا استمر بعد السنتين أو بعد 3 سنوات استمر تسطح القدم، غالبا ما راح يختفي خلاص، راح يبقى معه طول عمره. فمع الأطفال في غالب الأمور يكون وراثي، ودرجة الوراثة عالية جدا، يعني عادة لما يكون الأب أو الأم عندهم تسطح جميع أطفالهم يكون عندهم تسطح بدرجات مختلفة. جميل. التسطح عند الكبار مختلف شوية، يعني ممكن أسبابه مختلفة، ممكن يكون بسبب وجود ليونة في الأنسجة أو الأربطة، ممكن يكون وجود تكيس في العظام، أو ممكن يكون بسبب إصابة الأعصاب بأي سبب من الأسباب، بحيث أنه العضلات والأربطة ترتخي ويصير في تسطح. هذا الفرق بين بيني وعند الأطفال والكبار، لأنه هو ممكن حالة تتكون مع الوقت. أي نعم، طبعا في نسب. إيش ممكن يسبب تكونها دكتور أحمد؟ تكونها طبعا في أسباب كثيرة، في ممكن الإصابات وممكن عدم الإصابات أو بالتغيرات العصبية. الإصابات طبعا ممكن، هذه واحدة من الأسباب الكبيرة في الكبار. مع الحوادث أو الكسور ممكن تؤدي إلى تسطح الأقدام. وأحيانا يكون ممكن مشكلة بسبب إصابة الأعصاب الفيروسي أو إصابة بالحوادث يؤدي إلى تسطح الأقدام. إيش دور الوراثة تحديدا في تسطح الأقدام؟ يعني هل هو شيء لابد منه أو ممكن تفاديه؟ سؤال مهم جدا. طبعا في التسطح الوراثي يكون العلاقة الوراثية عالية جدا، الميزة الوراثية أو الصبغة الوراثية تكون سائدة، بحيث أنه 50% يكونوا مصابين و 50% يكونوا ناقلين للمرض للأجيال القادمة. فغالبا لما يكون واحد من الأبوين مصاب 50% من الأطفال يكون كلهم عندهم تسطح، و 50 الثاني يكون لهم تسطح بدرجات مختلفة. يعني
جاي التسطح في الأقدام لو كان فيه وراثة. عادة احنا لما نشوف طفل عنده تسطح في الأقدام بنسأل أبويه مين عنده تسطح في الأقدام. طبعا المرجعية حلوة أكيد. نعم في الغالب يكونوا ما يعرفون، يقول لا ما ولا واحد من عندنا، كل واحد ينظر للثاني، لكن نفحصهم نشوف واحد منهم أو أحيانا في اثنين مصابين. جميل. دكتور أحمد، إيش يعني طيب خلاص هذا الشخص عنده التسطح في الأقدام، إيش المشاكل اللي ممكن يتعرض لها أو المحتملة من هذه الحالة؟ تسطح الأقدام تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للقلق العائلي. تكون الأهل قلقانين أو الجدات بالذات والأجداد على حصائدهم إنه عندهم تسطح في الأقدام، ويكون معهم حق لأنه عندهم تكون في عدة مشاكل تتكون مع تسطح الأقدام. فلما يكونوا في 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 الطفولة عندهم 12 سنة أو في عمر الطفولة غالبا ما يكون مؤلم، ولكن يكون في تسطح للقدم وتفلطح للقدم للخارج، احنا نسميها مشي البطة، لما الطفل يمشي زي البطة تمشي لبطة. ايضا يكون بسبب التسطح القدم احيانا ممكن يصير تعقل في الجزم، وممكن في الجانب الداخلي للقدم ممكن يتقرح لو كان الطفل يمشي على مثلا جزمة ما هي مريحة. صحيح. او يمشي على ارض خشنة. بالنسبة للكبار المشاكل تكون أكثر، وغالبا يكون بعد عمر البلوغ لأنه الجسم يعني يصير يسمن ويكبر الجسم فيزيد الوزن فيبان التسطح بشكل أكبر، ويبدأ الآلام ومشاكل الآلام والتعب أثناء المشي. غالب المرضى ما يكون عندهم آلام كآلام، ولكن كتعب. يعني لما واحد يكون عنده تسطح في الأقدام لما بيمشي مع قرين له ما عنده تسطح بعد 10 دقائق ربع ساعة وأحيانا نص ساعة يقول وده إنه يجلس. ممكن بعضه ما بيقول أنا تعبان، بس وده يجلس لأنه يتعب من المشي. هل بيصيب فئة أكثر من الثاني، مثلا الأطفال الإناث أكثر من الذكور أو العكس، ولا ما له دخل؟ لا، درجة متساوية بين الذكور والإناث، ما في فارق ما بين الدرجة متساوية. طيب احنا نبغى نتكلم عن يعني نبدا نشوف ايش العلاجات اللي ممكن تكون موجوده مثلا للتسطح الاقدام عند الاطفال. اهم حاجه هي التشخيص، لانه حتى عند الاطفال ممكن يكون في تشوهات ثانيه غير تسطح الاقدام الوراثي، اللي هي وجود العظمه الزورقيه تكون عموديه، فهذه واحد من الاسباب اللي يؤدي الى شكل تسطح القدم، ولكن هو بسبب أن العظمة الزورقية تكون عمودية تسوي الشكل أكثر شوية من تسطح الأقدام، نسمي إحنا أسفل الكرسي الهزاز، يكون القدم بدل ما يكون فيها جسر للأعلى يكون جسر للأسفل. فهذه لازم تشخيص هذه الأشعة مع الفحص الكلينيكي لأنه العلاج مختلف. أما إذا كان التسطح الوراثي إنما لو استمر فتحتاج إلى علاج في الغالب، لأن الأطفال ما بيشتكوا من الألم فما في داعي نستخدم الجزم، لأنه الجزم هي تستخدم لتسكين الألم. لأنه حتى في بعض الأطباء يستخدمها على أساس أنه يريح الطفل، لكن هو أصلا الطفل ما بيشتكي، مجرد إزالة الجزمة بترجع الرجل زي ما كانت في الأول. فعلشان كده احنا او بعض الاطباء ما هو كلهم يلجا الى الجراحه، التدخل الجراحي، وهذا الامر اللي بنلجا له من اكثر من 15 سنه، انا بلجا له للمرضى اللي عندهم تسطح الاقدام نعالجهم جراحيا. يعني هو نوعين من العلاج التحفظي اللي هو اللي باستخدام حذاء معين او شيء زي كده. نعم. والجراحه، هل في علاج دوائي ممكن يتضمن هذا الحالات؟ في حالات قليلة لما يكون الطفل مثلا بيشتكي، خصوصا الأطفال السمان شوي لما يكون ما شاء الله مليان بيكون ممكن تسبب له بعض الألم، غالبا لما يكون الطفل بعد 8 سنوات بيبدأ بعضهم يشتكوا من الألم، إنما في الأغلبية ما بيحتاجوا إلى مسكنات أو علاج. دكتور أحمد، من وجهة نظرك أي فيهم أفضل في العلاج، التحفظي أم الجراحي؟ بالنسبة للأطفال التحفظي زي ما قلت لك ما له يعني نتائج واضحة، وغالبا ما تفرق مع المرضى استخدموا العلاج التحفظي أو لا، ولكن الجراحي يفرق كثير، لأنه أنا مع العلاج الجراحي، لأنه الجراحي بتعدل شكل القدم وبترجع وضع الجسر
بشكل أنه ينتهي التسطح والمشاكل المستقبلية اللي ممكن الطفل يتعرض فيها تروح، والمشاكل الحالية اللي الطفل يمشي فيها اللي احنا كنا ماشي البطة تتصلح. حنطلع فاصل مستمعينا وحنرجع مكملين معاكم من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. معانا الدكتور أحمد البوعيسى، استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام، وبنتكلم اليوم موضوعنا عن تسطح الأقدام. تقدر تتواصل معنا أي وقت لأي استفسار وأي سؤال على 012-61-61-100 أو 011-271-78-585. كانت جولة تعريفية في بمشكلة تسطح الأقدام والفئات العمرية اللي ممكن تصاب فيها وبعض أنواع العلاج. بعد الفاصل حنتعرف أكثر، خليكم على السماء. طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعدي، العيادة المسموعة. عودة لكم مستمعينا، وضيفنا اليوم الدكتور أحمد البوعيسى، استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام، وبنتكلم عن التسطح الأقدام من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. دكتور أحمد، يعني أتكلمنا أنه في احتمالية وجود العلاج الجراحي، خلينا نقول التقويم الجراحي، إيش العمر الأنسب أنه يعني يتعرض لهذه العملية أو لذا التقويم؟ سؤال مهم. طبعا العلاج الجراحي احنا بنستخدم عدة أنواع من العلاج الجراحي. في العلاج الجراحي اللي هي زرع عظم في المنطقة اللي تكون ضعيفة على أساس تصحيح وضع القدم وإصلاح جسر القدم، وهذه اسمها جرايت جرين، ونأخذ عظم عادة من الساق ونزرعها في خارج المفصل في 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 الجهة الجانبية من الكاحل. هذه غالبا نستخدمها في أعمار ما بين 4 سنوات إلى 8 سنوات، الأفضل العمر ونتائجها ممتازة في العمر هذه. العملية هذه بدأت في الانتشار مع المرضى اللي عندهم غالبا الشد العصبي أو الشلل الدماغي، ولكن في المرضى أيضا اللي عندهم تسطح الوراثي النتائج أيضا ممتازة. في عمليات أيضا تجرى للأطفال إلى 10 سنوات اللي هي عملية قص العظم الكعب، اسمها إيفانز أوستيوتومي أو عملية قص العظم اسمها إيفانز، وتصليح القدم بتعديل تسطح القدم. لما الطفل يكون بعد 10 سنين أو بعد 8 سنين أو 10 سنين 12 سنة، في عمليات ثانية للأطفال المراهقين أو للكبار. للمراهقين عادة تتسوى عمليات زي تركيب البرغي اللي تحت المفصل الزورقية، في براغي محددة ومعينة للعمليات هذه علشان تصليح القدم وإرجاع القوس. للكبار ممكن استخدام البرغي هذه، وفي حالات اللي يكون المرض أو الآلام شديدة أو عملية البرغي ما تصلح يلجأ إلى عملية تثبيت المفصل اللي هو يكون مفصل تحت العظمة الزورقية. هذه الطريقة الوحيدة لعلاج التسطح الأقدام عند الكبار دكتور أحمد، ولا في مراحل ثانية سابقة؟ لا طبعا، ما نلجأ في الكبار للعلاج الجراحي إلا بعد فشل العلاج التحصلي على عكس الأطفال. طب خلينا أول نتكلم عن كيف بيتم علاج تسطح الأقدام عند الكبار، أظن بتكون أصعب أو شيء زي كده، ما أعرف. طبعا الكبار مو معناها فاتهم الدور لو ما عملوا العملية مع العمر 4 إلى 8 سنوات أو بعد 12 سنة. ممكن في بعض الجراحات تتسوى ولكن نتائجها أقل بكثير، لأنه شكل الكاحل وشكل القدم أخذ وضعه. في عمليات تجرى، لكن قبلها ممكن تجرى عمليات مبسطة زي عملية البرغي اللي تحت الزورقية. في برغي صاير شكله زي الحلزوني بحيث انه يكون مدبب بدايته وعريض في نهايته، ينحط في اسفل الكاحل. عملية بسيطة ما تاخذ ربع ساعة، لكنها بتريح المريض من الام لما تكون الالام مزمنة معه. متى دكتور احمد بيصير التدخل الجراحي حل بالنسبة للكبار؟
إذا كان الآلام والعلاج التحفظي ما نفع معهم، في الغالب في أكثر من 70-80% العلاج التحفظي أكثر. طبعا العلاج التحفظي للكبار هي استخدام الجزم الصحيحة أو التدخيلة أو التلبيسة اللي تكون داخل الجزمة بحيث أنها تؤدي إلى رفع القدم، وهذه بتكون تؤدي إلى تريح المريض، والمريض ما يحتاج إلى العلاجات. في أكثر من 60-70-80% من الحالات بينفع معهم العلاج بالشكل هذا. إذا ما نفع العلاج التحفظي طبعا ممكن أيضا العلاج الطبيعي، استخدام التحريك والتدليك يخفف كثير من الآلام والتعب. دكتور أحمد، في أنواع للتدخل الجراحي للكبار؟ نعم، في عدة أنواع على حسب المشكلة، إذا كانت المشكلة وراثية أو إذا كانت المشكلة اكتسابية. إذا كان التسطح اكتسابي فعادة الجراحين يشوفون السبب الرئيسي للاكتساب التسطح وتصليحه. أما إذا كان وراثي فيتم تصليح أو تدخل جراحي لتوزيع الجسر وتصليح الجسر لإرجاع القدم إلى حالة تقليل الألم. ولكن في بعض الحالات يكون هذه التدخلات ما هي غير مجدية في نسب قليلة جدا، يلجأ التدخل الجراحي إلى تثبيت الكاحل، تثبيت ما تحت الكاحل لإيقاف الألم المزمن. هل يعتبر تسطح الأقدام يعني أو يصنف من الإعاقات الطبية؟ مرت سنوات طويلة كانت العساكر والجيش يعملون لهم فحص ما يدخل الجيش إذا كان عنده تسطح بالقدم. طبعا هذا انتهى الأمر، وفي السنوات الأخيرة صار تسطح القدم ما يعتبر عائق أو مانع من دخول العسكرية أو الجيش. بشكل عام تسطح القدم ما يعتبر إعاقة أو تشوه يعيق المصاب، ولكن في الغالب يعيق بسبب الألم لما أو التعب أثناء المشي أو الإرهاق لما يكون يمشي مشوار. جميل، في استقبال اتصالاتكم مستمعينا، هنطلع فاصل ومكملين، خليكم على السماء. طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعدي، العيادة المسموعة. رجعنا لكم مستمعينا، واتصالاتكم واستفساراتكم على 012-616-1100، ومن الرياض على 011-21-78585. فيما يخص موضوع اليوم بنتكلم عن تسطح الأقدام. ضيفنا اليوم دكتور أحمد البوعيسى، استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. نرحب فيك مرة أخرى دكتور أحمد. يا أهلا أخينا، الله يسلمك. دكتور أحمد، في سؤال، إذا كان تسطح الأقدام ممكن يصيب قدم وقدم لا؟ نعم، ممكن أحيانا يصير في جهة واحدة، هو في الغالب إذا كان وراثي يكون بالجهتين، ولكن حتى لما يكون وراثي ممكن يكون الجهة مختلفة عن الثانية، يعني ممكن يكون من الدرجة الأولى في جهة أو من الدرجة الثالثة في الجهة الثانية. الدرجة الأولى يكون تسطح جزئي، الدرجة الثانية أكثر، والدرجة الثالثة تسطح كامل. لكن المكتسب في الغالب يكون جهة واحدة حسب قدم واحد أو المرض. نعم نعم. دكتور أحمد، يعني هل نقدر نقول أنه في مثلا العمليات الجراحية اللي ممكن تصير لها مضاعفات أو لا؟ بلا شك في أي تدخل جراحي في احتمالية حدوث المضاعفات، مثل أي عملية ثانية نسبة مضاعفات في التخدير العام، أيضا العملية كعملية نسبة
التهابات أو نزيف، ونسبة قليلة جدا، هذه أقل من 1-2% ممكن يحصل لهم. هذه المضاعفات الثانية ممكن اللي هي خسارة التعديل أحيانا، ممكن مع وضع الترقية العظمي يصير فيه هبوط وخسارة يرجع إلى التصفح من جديد. وفي كمان هنا سؤال، إذا كان العلاج الطبيعي ممكن يكون إحدى الحلول أو العلاجات؟ بلا شك هو واحد من العلاجات المهمة في العلاج التحفظي. العلاج الطبيعي دوره كبير جدا في علاج خصوصا السطح مع الكبار. مع الأطفال ما نحتاج علاج طبيعي إلا ما ندور، ولكن مع الكبار خصوصا مع المرضى اللي يكون يعانون من الألم أو التعب فيحتاجون إلى العلاج، جلسات علاج طبيعي اللي هي تتراوح ما بين تخفيف الألم أو استخدام الألبسة اللي تكون داخل الجزم أو استخدام الجزم الخاص. جميل. مين المريض دكتور أحمد اللي ما ينفع له التدخل الجراحي حتى لو كان يعني مناسب لحالته؟ في حالات احيانا ما بينفع له التدخل الجراحي اللي هو المريض اللي ما عنده ألم، يعني لما يجيني مثلا مريض كبير وعنده سطح في القدم يبغى عمليه فقط للشكل، نقول له لا ما نسويها لك للشكل الكبار، لانه ما بينفعك العلاج، لانه ما دام ما عندك انت اعراض تعب او الم فيفضل انك انت تتجنب التدخل الجراحي. وفي سؤال هنا، لو كان الشخص هذا عنده حاله مصاحبه كمرض السكر؟ طبعا مرض السكر ما يمنع من اجراء اي تدخل جراحي، لكن السؤال مهم جدا، لانه في بعض حالات التسطح يكون سببها هو القدم السكريه، فهذه غالبا ما يكون التسطح ما كان موجود، ومع إصابة المريض اللي عنده سكر بالقدم السكرية اللي أدت إلى نشوء تسطح قدم تحتاج إلى علاج مكثف مركز مختلف عن اللي تكلمنا عنه كله، لكن أيضا جزء منها فيها تدخل جراحي بنستخدم في بعض الحالات هذه اللي هي جهاز التثبيت الحلقي اللي هو إليزو وتصليح القدم وتعديل التسطح وتصحيح القدم. لو الدكتور أحمد نفترض أنه تم علاج الحالة مثلا عن طريق العلاج الطبيعي أو العلاج التحفظي، هل في احتمال عودة المشكلة نفسها للقدم، التسطح هذا القدم، أو الحل بيكون نهائي؟ لا طبعا، هو مهما احنا استفدنا من وكسبنا من علاج تحفظي هو ما بتصلح التسطح، والتسطح يبقى، ولكن علاج التسطحي هو علاج للأعراض فقط، مثل استخدام ألبسة الجزم زي ما قلنا أو التدليك هي لتخفيف المشكلة والتعب والألم. نتكلم اليوم مستمعينا عن تسطح الأقدام، وضيفنا الدكتور أحمد البوعيسى استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام من مستشفى الموسى التخصصي بالحسا، وهذا هو موضوعنا اليوم، تسطح الأقدام. في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 012-616-1100 أو من الرياض على 011-21-785-85 012-61-61-100 أو 011-21-785-85. دكتور أحمد، في سؤال، إذا على مدة العلاج التحفظي كعلاج طبيعي أو يعني أحذية معينة والأمور هذه كلها، قديش بتكون مدته عشان الواحد يكون قريب من النتيجة المرجوة؟ هو العلاج هذا يعتمد على مدى تقبل المريض له ومدى استجابته للعلاج، يعني في بعض المرضى ممكن يأخذ 2-3 أسابيع يبدأ يخف من الألم، لكن مو معناه أن احنا نشيل التلبيسات الجسم، لا لازم يلبسها على طول على أساس أنه ما يرجع له الألم. أما إذا كان الألم مزمنة فقط ممكن تأخذ أوقات أكثر على أساس تدليب وتقوية الأربطة وتقوية العضلات على أساس تخفيف العبء والإجهاد على القدمين، فممكن أحيانا يأخذ العلاج إلى فترة 3 شهور أو أكثر. محمود معانا على الخط، خلينا ناخذ استفساره. أهلا وسهلا يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل بسؤالك. كيف الحال يا دكتور، أخبارك؟ مرحبا، حياك الله.
العافية. عندي بنتي عمرها 14 سنة. نعم. تقريبا داخلة بال 15. طولها لحتى الآن 125. نعم. فين سؤالك يا عزيزي؟ هلا؟ فين السؤال يا محمود؟ السؤال أنا سمعته على الراديو أنه في علاج عشان تطويل. هذا يعني إن شاء الله يكون في حلقة ثانية يا محمود. اليوم بنتكلم عن تسطح الأقدام. يحيى معانا. الله يديك العافية أختي الكريمة. أهلا وسهلا. حابب أسأل بالنسبة للتصفح، يعني لقلة معرفتنا أنا أتدري الشيء ده، ولكن هل بيشمل موضوع اللي هي سبع مسامير الأقدام أو الكلام ولا لا؟ معلش سمعت السؤال دكتور أحمد. أي نعم. أنا تفضل. شكرا على السؤال أخوي. بالنسبة للمسمار القدم هذه مشكلة عرض نحن نسميها من الأمراض العصرية، وهي بسبب تهيج الغشاء المبطن للقدم بسبب المشي على الأسطح الصلبة. غالبا الناس اللي بيكون بيتهم رخام وسيراميك ما يفرحوا كثير ان البيت حلو صار حلو، لكن المشكلة صارت كبيرة على الجسم وخصوصا على القدمين. طبعا المشكلة بعيدة عن تسطح القدم، لكن اللي عنده تسطح القدم بيكون آلام القدمين أكثر بالمشي على الأجسام الصلبة زي السيراميك أو الرخام. جميل. معنا كم اتصال؟ اتصالاتكم على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-21-78-585. في سؤال هنا رسالة بيسأل هل في نوع من الأحذية ممكن تسبب تسطح القدم؟ سؤال جميل. في بعض الأحذية اللي هي يستخدمونها خصوصا المراهقات، اللي هي الأحذية اللي تكون مسطحة وما تكون لها قاعدة بالمرة. نعم. هي فاشن شكلها أحيانا وتمر أوقات كذا بتكون فاشن، لكن هذه بتؤدي إلى عبء كثير على أربطة القدمين وتؤدي إلى آلام في القدمين وتعب أثناء المشي. هي بحد ذاتها ما تسبب التسطح، ولكن تسبب أعراض اللي هي تسطح القدم. طبعا المرضى اللي عندهم تسطح القدم بلا شك استخدام الأحذية الصغيرة هذه اللي تكون مالها قاعدة بتكون متعبة يعني جدا. جميل. معنا خط هاني اتصال. اهلا وسهلا. اقدر اسال الدكتور؟ اي طبعا تفضل الدكتور يسمعك. تفضل. لو سمحت دكتور، افضل يعني انه اكون في بعض الاحيان اخذ أحذية تكون ضيقة على القدم بتأثر مستقبليا. نعم. ضيقة من الطول أو بالعرض قصدي؟ من الأمام بس من الزاوية. نعم. نعم. هو الأقضية لازم تكون مناسبة من عدة أشكال. أولا الحذاء لازم يكون من أمامه، ما يكون مدبب أو ضيق، لأن هذا يؤدي إلى تضيق الأصابع وتسبب في تقوس القدم أو الإبهام للقدم فيؤدي إلى انحرافه. كتسطح قدم ما لها علاقة مباشرة. طبعا احنا قلنا بعض الميزات أو عناصر الحذاء السليم أنه لازم يكون مقدمته ما تكون مدببة، ما يكون ضيق، لازم يكون أرضية القدم لها كعب أو قاعدة ارتفاع لو بسيط، يعني في حدود كم؟ أيوة كم المسافة؟ نعم ما تقل عن 2 سنتي، يعني بين 2 سنتي إلى 3 سنتي. هذه جميلة. أيضا لازم يكون فيها جزء من القدم مرتفع في وسط القدم على أساس يرفع جسر القدم المتوسط ويساعد فيها. جميل. لا ننسى أيضا تكون القاعدة مصنوعة من المطاط، خصوصا إحنا بنمشي على أرض صلبة مدة طويلة على الرخام والسيراميك أو على برة في الإسفلت، فإذا كانت الأرضية مطاطية أو هشة بتريح الجسم كله من القدمين إلى الظهر أو الأطراف. أما إذا كانت خشنة زي الجلد أو بعض المواد الخشنة فهذه تكون مردودها سيء على القدمين والركبتين والوركين والظهر أيضا. نعم. أحمد معانا كمان اتصال. يا أحمد. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم السلام. تفضل يا أحمد بسؤالك. الله يعطيك العافية. بس عندي استفسار بسيط يا دكتور. أنا عندي القدمين فيها اللي هو تسطح
بس عندي في القدم اليمنى اكثر تصطع عندي يعني بديك اللي هو زي الفرطحه بتيجي من اليمين يعني من الناحيه اليسار بتطلع يعني بوصل من رجل يعني كيف بيزيد شويه حتى وانا لابس الجزمه يعني الله يكرمك بيبان الزايد هذا. فلي فتره الان تقريبا من اسبوعين او ثلاثه اسابيع بحس بالام من نفس القدم من تحت من بطن القدم احس بالام شديده وقت يعني جلسه كثيره او جلسه طويله بقوم امشي بعدها بعد ما اصحى من النوم بحس بالم يعني بعرج منها فتره يمكن 15 دقائق من المشي بعد كده بتروح. جميل احمد. المشكله معك هذه تصط من زمان ولا توك شايفه؟ احنا فقدنا الاتصال بس واضح من كلامه انه من زمان دكتور احمد. نعم هو طبعا في تصط قدم. المشكله اللي احنا قلنا الرئيسيه مع الكبار هي الالام والتعب اثناء المشي. في هذه الحاله يفضل انه يراجع احد المختصين في علاج القدم او جراحه العظام للبدء في العلاج التحفظي. وغالبا احنا قلنا انه علاج التحفظي نتائجه المبدئيه 60-70% مرضيه وجيده للمرضى بحيث انه يبدا يغير نوعيه الجزم ويبدا يبدا مع العلاج الطبيعي لتخفيف المشاكل هذه والالام. ولو كان في مسببات اخرى زي زياده الوزن زي المشي حافي مثلا على الاسطح الصلبه التجنب هذه مهم جدا لتخفيف الألم. مكملين معكم بعد الفاصل مستمعين استفساراتكم اتصالاتكم على 012-616-1100 أو من الرياض على 011-217-8585. ضيفنا اليوم دكتور أحمد البوعيسى استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. خليكم على السمع. طبابة ألف. طبابة ألف مع نهى سعدي. العيادة المسموعة. وصلنا لنهاية محطاتنا مستمعينا واستفساراتكم على 012-616 علش مرة أخرى 012-616-1100 ومن الرياض على 011-217-8585. موضوعنا اليوم عن تسطح الأقدام وضيفنا الدكتور أحمد البوعيسى استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. هنا عندنا سؤال دكتور أحمد بيسأل هل المشي على الرمل يعتبر من العلاجات التحفظية؟ فعلا سؤال مهم جدا لأنه ممكن احنا فاتنا الكلام عن الرمل خصوصا الرمل الدافي أو الساخن مهم جدا لتدليك الأقدام بشكل عام. كثير من آلام القدم ينصح بالمشي على الرمل الدافي. الرمل الدافي يعمل لتدليك القدمين ويريح الآلام وأيضا يساعد في تقوية الأربطة والعضلات في القدم لأنه بيكون متموج. فالتفاتة ممتازة جدا من السائل. يعطيك العافية. استفساراتكم مستمعينا زي ما قلت لكم على 012-61-61-100 أو 011-217-8585. راشد ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا راشد. لو سمحت يا دكتور بس بستفسر أنا عن الانحراف في الإبهام يعني تقريبا أنا عندي انحراف بدأ تقريبا يأخذ حيز في القدمين. راشد اعتذر منك بس كثير بعيد عن انت بتتكلم على اليد؟ لا انحراف القدم هو القدم. نعم تفضل تفضل. ايوه اي انحراف الابهام اللي في القدم فصار عندي بروز يعني العظمه صارت بارزه بعد ما انحرف الابهام ورحت لدكتور فبيقول لي بعد فتره ممكن الابهام يطلع فوق الاصبع الاخر فهل انه في حل لها غير العمليه او؟ طيب يعطيك العافية شكرا راشد. دكتور أحمد. نعم أخ راشد في طبعا علاج تحفظي لانحراف القدم يبدأ معاه في بداية الانحراف في أربطة خاصة موجودة في كثير من الصيدليات ممكن تلبسها حتى تحت الشرابات يمسك الإبهام بشكل مستقيم فيمنع ازدياد انحراف الإبهام.
أيضا ممكن اللي هو تقويم الإبهام بالتعديل اليدوي بشكل أنك تسوي علاج طبيعي لنفسك أو في العلاج الطبيعي، ولكن ممكن الاستخدام اللي هي الأربطة الخاصة للإبهام بتكون مفيدة وممكن تجنبك إجراء. إن شاء الله نسأل الله السلامة للجميع. عماد معانا على الخط. يا عماد. عمار. عمار تفضل يا عمار. السلام عليكم. يا هلا تفضلي. وعليكم السلام. أقول لك يا دكتور، عندي أنا بنتي عندها تصفح في الأخدة، فهل في شيء نتخذه حذاء ولا شيء ولا كيف؟ كم عمرها؟ 7 سنوات. صحيح. هي من يوم ما ولدت كانت رجولة زي كده. نعم. هو غالبا وراثي، يعني انت تفحص نفسك او زوجتك او والله وعمامها بتلاقي في عندهم موجود في العائلة. انا انصح بتدخل ما في حد في العائلة، بس هي عندها مرض العظام تشوه تقريبا، فقال لي الدكتور انه وراثي. في الحالة هذه لازم تراجع احد المختصين. نعم. لا انا أحد المختصين، لأنه يبدو أنه ما هو وراثي، هو اكتسابي. فبالطريقة هذه كل مرض له مسببات تحتاج إلى علاجه حسب النوعية. خطة العلاج تتغير. نعم. نعم. مراد معانا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله. أقول لك أنا عندي الرجلين مسطحة وراثة، فجتني آلام في الرجل اليسار لمدة 4 شهور، التهاب في العظام. نعم. طبعا هو ما هو التهاب، هو يكون وشد في الأربطة، فبيصير عندك إجهاد أو آلام إجهادية بسبب تسطح القدم. لكن هو ما هو التهاب، ما عندك لا جرثومة ولا هو تهيج غير التهاب، هو أو يصير آلام تهيجية أو إجهادية في الأربطة فبتسبب لك الآلام هذه في تقطع القدم. ممكن تلجأ إلى العلاج التحفظي، استخدام الجزم الخاصة أو التلبيسات اللي داخل الأحذية. طبعا في كثير من الشباب يستخدم كرمك الله النعال. في الحالات هذه يفضل انك تحول الى الحذاء بدل النعال، على اساس انه بيكون الحذاء اكثر تمسك في يمسك القدم، ايضا تقدر تستخدم التلبيسات بشكل افضل. رائد معانا. اي معكم رائد. تفضل يا رائد بسؤالك. مساء الخير، اقول لكم مساء عليكم. عندي اشكاليه في اسفل الاصابع، تمام؟ فبعد مراجعه الدكتور قال لي ان عندك سواقه كثيره، فقال لي ممكن تكون هذه احدى المشكلات، ما أدري هل هذا صحيح كلام ولا لا. إيش قال لك؟ ما سمعتك. السواقة الكثير في السيارة يعني؟ أي نعم. الأصابع تضرب بالأرض، مزبوط؟ مقدمة الأصابع تضرب بالأرض. لا، هي تكون على المذعس دائما أساسا. الأصابع اتجاه مقدمة الأصابع يكون اتجاه الأرض. أيوة. أو أيوة نعم، هو هذا إحنا نسميه الأصابع المطرقية، وهذه غالبا فيها شد في الأربطة الشادة، وأحيانا يكون في تشوه في مفاصل الأصابع. يعني لكل مشكلة لها حل مختلف. إذا كان المشكلة في الأربطة فممكن تبدأ بالعلاج الطبيعي لتطويل الأربطة، إذا ما نفع تحتاج إلى التدخل الجراحي. أما إذا كان التشوه بسبب التشوهات في المفاصل فقد تحتاج إلى التدخل الجراحي لتصحيح المشكلة. دكتور أحمد، في سؤال، هل ممكن تسبب هذه الآلام يعني مثلا للمرأة الحامل التسطح الأقدام يأثر عليها في المشاكل في الظهر أو لا؟ وطبعا إحنا نضيف على السؤال، هل ممكن كمان يعني يأثر على ظهر الشخص العادي حتى لو ما كان؟ نعم، هو سؤال رائع جدا، لأن إحنا يمكن ما تطرقنا للحامل. هي الحامل يحصل لها مشكلتين بخصوص تسطح القدم. إذا كان ما عندها تسطح القدم بيكون في نسبة أعلى أنها لما يعني بيزيد وزنها وبيزيد السوائل، وأيضا الأربطة بتكون أكثر ليونة، فممكن تشوف أنه صار عندها جزء أو درجة من تسطح الأقدام.
الحوامل اللي عندهم تسطح الأقدام بيكون أيضا المشكلة أكثر، لأنه زي ما قلنا الأربطة بتكون مرتخية أكثر، زيادة الحمل والوزن فبتسبب الألام أكثر مع المرأة الحامل. جميل. في سؤال كمان، هل السمنة ممكن تكون سبب لتسطح الأقدام؟ السمنة حد ذاتها ما هي سبب، ولكن زيادة الوزن بيؤدي إلى زيادة درجة التسطح. يعني لو كان واحد عنده درجة أولى تسطح أو درجة ثانية، ممكن لما يزيد وزنه بيشوف نفسه صار من الدرجة الثالثة، لأنه زيادة الوزن بيخلي العبء على القدم أكثر فبيصير تسطح أكثر. هل بيعطل العلاج دكتور أحمد؟ السمنة وهي السمنة الآن تعتبر مرض، يعني في كل الدول الآن السمنة تعتبر مرض. طبعا السمنة درجات، الدرجة الأولى والثانية والثالثة. الدرجة الثالثة هي تعتبر السمنة المفرطة اللي للأسف احنا في نسبة زيادة في أكثر دول العالم، نسبة السمنة المفرطة. السمنة المفرطة طبعا مع تسطح الأقدام هذه مشكلة. هذا السؤال الأخير عندنا دكتور أحمد، هنا شخص بيقول إنه الآلام بيتعرض لها عنده تسطح في الأقدام، لكن الآلام اللي بيتعرض لها خلال المشي اللي أكبر منها لما يجي يكون وقت النوم. نعم، لأنه هو الـ 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 الآلام أو التعب هو إجهادي، فأحيانا الواحد لما بيكون يمشي بيتحمل الإجهاد، بس لما بيرتاح وخصوصا وقت النوم يحس إنه كل الإجهاد هذا طلع عليه في أثناء النوم وبدأ يعني يتعب أو يؤدي لما بيجي نام. وأحيانا بعض المرضى لما بيجي يصحى من النوم بيلاقي أيضا التعب هذا موجود في بداية الصباح. شكرا لك دكتور أحمد على وجودك معنا. الله يسلمك ويبارك فيك، يعطيك العافية. اليوم كان موضوعنا عن تسطح الأقدام، وضيفنا كان الدكتور أحمد البوعيسى استشاري جراحة عظام الأطفال وجراحة التقويم وتطويل العظام من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء. يعطيكم العافية مستمعينا، على أمل يتجدد لقائي فيكم غدا بإذن الله في برنامج تيمبو الساعة 10 صباحا. كنت معكم سعدي في أمل كريم، وانتبهوا على بعض.